أستاذ سامي، هذا هو اللقاء السابع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني خلال 6 سنوات. نعم. أهمية هذه الزيارات المتكررة، سواء زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، كان قد زار ربما في 2017 وكان 16، وكان هناك عام ثقافي بين مصر والصين، وكان الرئيس الصيني زار أسوان وزار عدد من المحافظات المصرية ربما، والرئيس عبد الفتاح السيسي زار الصين عدد من المرات في زيارات رسمية وزيارات أخرى في مؤتمرات. أهمية هذه الزيارات والعلاقة المتبادلة بين الرئيسين. الحقيقة العلاقة بين الرئيسين مهمة جدا، سواء في مصر أو الصين، بتفرق جدا توجه القيادة السياسية وقمة الهرم في القيادة السياسية نحو التعاون مع الدولة الأخرى. الحقيقة الزيارات دي مهمة جدا، أنها بتحفز المستويات الأقل من المسؤولين على العمل والجهد، خصوصا من الجانب الصيني. لما شركات صينية بتشوف زيارة للرئيس السيسي إلى الصين بتكون مهمة جدا، وخصوصا مع حرص الرئيس على لقاء أيضا رؤساء الشركات. يعني الرئيس لا يحرص فقط على المباحثات السياسية مع المسؤولين الصينيين وعلى رأسهم الرئيس شي جين بينغ، ولكن الرئيس بيكون حريص كمان على لقاء الشركات. الحقيقة في العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو حققنا أرقام قياسية في نواحي كثيرة، ليس فقط في عدد الزيارات. الرئيس بيزور الصين هذه المرة للمرة السادسة، وهو معناه أن الرئيس زار الصين مرة كل عام منذ أن تولى المسؤولية في 2014. زارها في 2014 وتم توقيع الاتفاقية لترقية العلاقات بين الجانبين إلى شراكة الاستراتيجية، وكانت زيارة محورية ومهمة جدا أسست للتطور الكبير الذي شهدته العلاقات. أيضا شهدت العلاقات كما ذكرت حضرتك في 2016 مرور 60 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية واعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية سنة 56، وبالتالي كان عام الثقافة المصري في الصين وعام الثقافة الصيني في مصر، وشهد كثيرا من الفعاليات الثقافية. نعم حينها. طيب، البعض بيقول ان في دائما في كيمياء موجودة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الصيني وفي رؤساء اخرين، هل في علم السياسة وانت خبير في الشأن السياسي، هل ده متعارف عليه ما يكون في كيمياء بين زعيمين؟ ده بيسهل اجراءات تانية، اجراءات اخرى يعني، سواء اقتصادية او سياسية؟ طبعا بالتأكيد. يعني يمكن تاريخ العلاقات المصرية الصينية اكبر دليل على هذه الفرضية، فرضية الكيمياء المتبادلة. مصر اعترفت بالصين سنة 56 بعد ان كانت تايوان تحمل اسم الصين. بداية هذا الاعتراف كانت لقاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت ومهندس الدبلوماسية الصينية شواين لاي، وكان هذا اللقاء في مؤتمر باندونغ. هذا اللقاء أسس لهذه العلاقات التي بدأت من الإعجاب الشخصي بين الزعيمين وقتها، واعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية، وبدأ النمو في علاقات الصين بجميع الدول الأفريقية من خلال مصر وعبر بوابة مصر.